وشوشة. احنا جيل تعلم على الاحترام الكبير، هو كده وهي لازم تبقى كده، لان لو الاحترام راح كارثة كارثة. وده اللي مخلي الناس النهاردة قاعدين ورا الكيبوردز في اي بقى في اي حاجة، وقاعدين يشتم ده ويقل ادبه على ده، لانه ما تعلمش يحترم، ما تعلمش ان في حاجة اسمها احترام الغير. بس عايزة ايه بقى تاني؟ اصعب مشهد ليكم مشهد الطلاق. انتي عارفه ان احنا بنغير كاميرات، يعني وستوب وغير الكاميرا وغير الزاويه وحط الكاميرا هنا وغير الزاويه من هنا. فمشهد الطلاق ده مع الديكور الكبير ده، تغيير الكاميرات وتغيير الزوايا بالساعات، فانك تحافظي على الـ 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 المود والعياط من كاميرا لكاميرا لكاميرا لكاميرا، مثلا خد حوالي 5 ساعات، وخمس ساعات وانا بعيط يعني. حتى لدرجة أستاذ تامر المخرج قال لي بيرنا احنا خلاص وقفنا، احنا بننقل الكاميرات، انت مالك ضايعة كده؟ تقول مش هعرف افصل، معنا لو فصلت ورجعت بهزر وخلاص مش هعرف ارجع تاني بالظبط للمود اللي كنت عليه من شوية. فانت لازم تفضلي في الحالة دي، عارفة كل الناس حواليك اللي بيهزر واللي بيتكلم واللي مش عارف ايه ولا ايه، وانت معاهم وانت قاعدة عاملة كده ومركزة في الحتة اللي انت فيها وفي الحالة اللي المفروض انت فيها. انه كان اظن ان هو كان من اشهب من اصعب المشاهد. اتحذف مشهد مهم قوي 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 في اخر الجزء الاولاني، اللي هو لما جوزها بيخش المستشفى وبتروح له بتقول له قالك عني ايه، قالك ان انا طمعانة، لانه هو حصل خدعة في تقديم ماجدة. حصل انها اول مشهد خالص تقدمت فيه ماجدة على انها بتطلب من جوزها انه بتتدخل في القضاء وبتقول له انت تحكم بكذا وما تحكمش بكذا، وهو قال لها هم وعدينك بايه، انت هتبقي رئيسة النادي ولا هتبقي مش ففجأة اداكي احساس او انطباع عن ماجدة ان ماجدة دي شخصية شريرة وبتطمع وان هي عايزة تاخد رشوة. اخر مشهد ده كان بيبين له، قالت له انت فاكر انا بتدخل ليه؟ هل انت متخيل ان انا مستنيه منه فلوس ولا فعلا اخد رشوه؟ هاخد رشوه من مين؟ انا عندي فلوس مش عارفه اصرفها، انا بنت فلان اللي هو اصلا ملياردير اللي لما بيتبرع بال150 مليون، فانا هاخد رشوه منهم كام يعني؟ اذا كان ابويا لما بيوزع بمئات الملايين، انا هطمع في رشوه كام وانا عندي فلوس مش عارفه اصرفها؟ لانها كانت مشكلتها مع جوزها ان جوزها عايز يعيشها على قده مش على قدها، عشان هي ما تحسش ان هي اللي بتصرف، فعندها ملايين مش عارفه تصرفها ازاي، يعني نفسها تصرف ونفسها تشتري ومش عارفه تشتري. فالمشهد ده كانت بتبين له فيه انه انا مشكلتي مع جوزي في الامان، انا عايزه ابقى انا بتدخل في الحاجات اللي هي مش بتضر حد، وبقول له طالما ما فيش حد هيتضر ما تحاربش الناس العاليين عشان ما ياذوناش، عشان ما ياذوش عيالي، يا اما سيب القضاء. يعني هي كانت ليها وجهة نظر انه احنا انت كل ما بتحكم على حد بيجولك اتباعه يتسلطوا علينا وعلى اولادنا. طيب احنا انت كان نفسك تبقى قاضي، خلاص بقيت وعشت 10 15 20 سنه قاضي، طب دلوقتي اولادك بيتعرضوا للخطر، تنازل شويه عن شغلتك واشتغل في برضه في طريقه شغلك، بس مثلا مستشار قانوني في شركه كبيره، فانت كده هتحل المشكله، هتبقى انت لسه في الحاجه في القانون اللي انت درسته واللي انت حبيته، لكن بعدت الخطر عن عيالك، تنازل شويه عن احلامك مقابل سلامه عيالك. ده كان وجهه نظرها، وكانت دايما بتحاول انها تضعفه وتسخف عليه، بتضغط عليه عن طريق الفلوس. هي مش محتاجه فلوس، هي بتضغط عليه على انه احنا عايزين نعيش مستوى كويس، وانت معيشنا على قد مرتب صغير رغم انك تقدر تعيشنا في مرتب كبير. هي مش عشان المرتب اصلا، هي عشان خايفه على عيالها. فالمشهد اللي اتحذف هو المشهد اللي بتقول له فيه، انا حتى نزلته عندي على الفيسبوك، يعني نزل في كذا حاجه، حتى الشركه نفسها القناه الشركه نفسها فنون مصر نزلته فعلا عندها على الصفحه، انه قالت له انا كل اللي بحلم بيه اني لما انام انا وعيالي ما بقاش خايفه حد يفتح علينا الباب ويخش يقتلنا، انا عايز اعيش بامان. ليه كل ما تنزل تركب عربيتك اخاف يفجروك وتفجر؟ ليه كل شويه يخافوا يقتلوك وتقتل؟ ليه اخاف على عيالي تتخطف وابنها اتخطف؟ فهي دي وجهه نظرها من الاول.
ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.